السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم شوتر علي. شو أخباركم شباب؟ زمان ما دخلت عليكم ككومنتيتر. يا الله زين، خلينا ندخل في الموضوع. أول شيء عندي اللهوة، في ناس يسألوني ليش ما قاعد تلعب على البي سي؟ الحين أنت ماخذ لك بي سي وقاعد تلعب لي على السوني طول الوقت. أول الأسباب، أنا أكثر شيء ما أكون في البيت، البي سي في البيت والسوني عندي برا، صاير في بيت أصحابي أو شيء ألعب معاهم هناك. أنا أو إذا يتصلون لي الشباب يعني مثلا طرشون لي مسج تعال لعب معانا، أكثر شيء هذا يصير، يقولون لي تعال لعب معانا، أروح وياهم، أروح في يعني مع فاتو، مع توني، مع محمد، مع يحيى، كلهم أروح معاهم، يعني ما أبي أقفل ألعب في البي سي مع نفسي هنا ألعب، فأكون أكثر شيء يا برا البيت يا إنه ينادوا لي الشباب. طبعا البي سي انا عاجبني، البي سي مو معناته انه ما ابي، بس المشكله ان البي سي بعد واجد كيك، يعطوني كيك لان بسبب انه في سيرفرات رانكد. وبعد عندي شيء ثاني اللي هو في البي سي ما يمدي البينج مالي حلو، انا بعد البينج مالي طبعا 130، فانضرب واجد من السيرفرات بسبب البينج، او من ادعس واحد يطردوني. هذا اللي عندي حق ليش ما العب على البي سي. وفي المعرض اللي قلت لكم قبل فتره اني رحت اللي هو الاي اف كي، فصراحة كل شيء، يعني وش اقول لكم يا شباب، توقعت اكثر من اللازم بشكل غير طبيعي، ان المعرض بيكون كبير، بيكون فيه ناس واجد يعني، بس نطلع ان توقيت المعرض غلط، صار في امتحانات ما حد حضر، وايد ما حضروا لنا شويه ناس، كان هناك كوز بلايرز ما شاء الله، يعني كان حلو الوضع هناك، تعرف على ناس واجد يعني حلوين مثل عبد العزيز، اخوي الصبي قاعد يسوي فيديوهات كلها حق فيفا اكثر شيء والعاب ثانيه، وبيكون قناتي في الديسكريبشن اذا بغيتون تشوفونه. وفي تعرفت على ناس هناك، والله ضحكني في الموضوع عزيز، يعني لازم رايح هناك حق اشوف اذا اقدر اخلي سبسكرايبرز انشر قناتي او شيء. طلعت العكس، انا اشتركت في قنوات ازين ما هم اشتركوا في قناتي. وبعد عندنا يحيى ان شاء الله انا وهو بنروح نسوي لنا فيديوهات الحين اللي هو الراندوم مومنتس، بتكون انا وياه فيها، واذا احد يبي يشارك حياكم شباب، انا لا تبون حياكم، يعني مثلا راندوم مومنتس الكلوس كولز، يعني لا شوي بتموت، يعني كان الصاروخ مثلا طف صوب وجهك شيء مثل القبيل، كنت شوي بتموت خلاص، واشياء يعني مثلا صارت بالصدفه، قتلت احد بالصدفه، تقدرون ترسلون لي اذا بغيتوا، بيكون بعد نفس الشيء رابط الاشتراك تحت. حياكم الله اذا تبون تكونون في الفيديو حياكم، وان شاء الله بعد نفس الشيء محمد بيكون ويانا، لا تخافون، ايه محمد لا تزعل. المهم هذا اللي كان عندي حق اليوم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا تعطونا لايك وسبسكرايب ومفضله، وتدرون لو مشكورين، مع السلامه.